بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من الحل النموذجي لأسئلة امتحان منتصف الفصل لمادة تكنولوجيا الكهرباء. المقطع السابق ناقشنا به ثلاث أسئلة، عندي بعد ثلاث أسئلة، خلي أوجد الحل مالتهم. السؤال رقم أربعة أنه solve for the current in 2 أوم resistor، حل أو أوجد التيار اللي مار بالمقاومة 2 أوم للدائرة المبينة بشكل. عندي هذه هي المقاومة 2 أوم، هذه الدائرة. طبعا أنا بالسؤال منطي للطلاب أنه هنا مخلي تيار I1، فبالتالي أعتقد منطي indication على أنه طريقة الحل هذا التيار مسمينه I2، وهنا عندنا التيار I3، فبالتالي أعتقد صارت واضحة أنه الطريقة المناسبة للحل هي استخدام نظرية ماكسويل أو المش ثيوري لإيجاد مقدار قيمة التيارات. طيب أنا مطلب السؤال اللي أريده هو إيجاد التيار اللي مار بهذه المقاومة، واللي هو راح يكون مساوي إلى مقدار قيمة التيار I3. فبالتالي ثلاث معادلات راح اكتبهم، نقول فور لوب 1، معادلة اللوب الأول هي I1 مقاومات عندي 6 زائد 4 هذولي ناقص 4 في I2، ما عندي اشتراك مع اللوب 3 اللي هو هذا، فبالتالي راح يكون مساوي إلى عندي مصدر فولتية واحد ضمن اللوب، انتقال بنفس القطبية من السالب إلى الموجب، فبالتالي راح يكون عندي زائد 20. إذا المعادلة مالتنا راح تكون هي 10 I1 ناقص 4 I2 تساوي 20، هذه معادلة اللوب الأول. ننتقل للوب الثاني، معادلة المسار الثاني for loop 2 راح يكون عندي اولا هذه الاربعة هي مشتركة مع اللوب الاول، فناقص 4 I1 زائد عندنا ال I2 كم مقاومة 4 ب 5 ب 3، 4 زائد 5 زائد 3 ناقص عندي الثلاثة مشتركة مع المسار الثالث 3 I3 يساوي كم مصدر فولتية ضمن هذا المسار؟ صفر، ما عندي مصدر فولتية. اذا معادلتي راح تكون هي سالب 4 I1 زائد 12 I2 ناقص 3 I3 تساوي صفر، هذه معادلة رقم واحد، هذه معادلة رقم اثنين، واحد هذه اثنين. طيب بقت عندي معادلة اللوب ثلاثة، فأقول فور لوب ثلاثة راح يكون عندي أولا ما عندنا مقاومة مشتركة مع اللوب الأول، عندي مقاومة مشتركة مع اللوب الثاني اللي هي ثلاثة، فبالتالي ناقص ثلاثة I2 زائد عندنا الآي 3 كم مقاومة ضمن هذا اللوب 3 بالاثنين، 3 زائد 2 تساوي كم مصدر فولتية؟ واحد، وحركتنا بنفس قطبية المصدر سالب إلى موجب إذا 10. إذا معادلتي راح تكون هي ناقص 3 I2 زائد 5 I3 تساوي 10، هذه معادلة رقم 3. طيب دول ثلاث معادلات لازم أحلهم بنفس السياق اللي ذكرنا به، يعني خلي نرتب المعادلات مالتنا نحلهم اما بالتعويض، فراح يكون عندي 10 I1 ناقص 4 I2 زائد 0 I3 ارتبهم بهذا الشكل تساوي الى 20، وعندي سالب 4 I1 زائد 12 I2 ناقص 3 I3 تساوي 0، هذه المعادلة الثانية، وعندي 0 I1 ناقص 3 I2 زائد 5 I3 تساوي 10، ثلاث معادلات. اوكي، تقدر تستخدم طريقة التعويض، يعني شنو؟ استخرج مقدار قيمة I1 بدلالة ال I2 او اللي هنا باعتبار هنا عندي هذه صفر، زين هذه باعتبار هذه الكمية صفر وهذه الكمية صفر، اقدر استخرج مثلا I1 بدلالة ال I2 واعوضها بهذه المعادله، او استخرج قيمه الاي 1 بدي بمقدار قيمه الاي 2 بقيمه الاي بدلاله الاي 3 وحل. هاي طريقه، الطريقه الاسرع هي استخدام طريقه المصفوفات، دائما ما انه نوجه الطالب على استخدام طريقه المصفوفات باعتبار هي الطريقه الاسرع. فمن ارتب المعادلات مالتي راح يكون هذه هنا عندي 10 سالب 4 0 سالب 4 هذا 12 وعندي سالب 3، هذه 0 سالب 3 5 مضروب في I1 I2 I3 يساوي
القيم اللي عندي اللي هي 20 0 10. طبعا شنو احتاج؟ احتاج التيار، انا احتاج ان اوجد التيار اللي مر بالمقاومة 2. التيار اللي مر بالمقاومة 2 ام هو التيار اي 3، فاستخرج مقدار قيمة الدلتا العام باستخدام طريقة جرامر، واستخرج مقدار قيمة الدلتا 3. بعدها اقول مقدار قيمة التيار اي 3 هو يساوي لنا دلتا 3 على مقدار قيمة الدلتا. خلي اعطيك الناتج وتحاول انه تتحلى باحتبار انه تشيك على الناتج. فمقدار قيمة الاي 3 اللي هو التيار اللي مار اللي هو يساوي تيار 2 اوم راح يكون مساوي الى 2.98 امبير. طيب بس هذا سؤال أربعة، خلينا ننتقل لسؤال رقم 5. سؤال رقم 5، حل لإيجاد التيار يعني للدائرة المبينة بشكل، أوجد التيار اللي مار بالمقاومة 2 أوم باستخدام نظرية التحليل العقدي. الدائرة اللي موجودة عندي، عندي مصدر تيار مقداره 10 أمبير بالتوازي مع مقاومة 4 أوم، المقاومة 2 أوم اللي هو المطلب السؤال إيجاد تيارها، عندي مصدر تيار 5 أمبير، مقاومة 8 بالتوازي مع مقاومة 16. طيب هسه اذا احدد باعتباره حسب نظريه التحليل العقدي، لازم اول خطوه احدد العقد اللي موجوده عندي بالدائره. فعندي هذه العقده راح اسميها العقده الاولى، هذه العقده هي الثانيه، اللي جوا كلهم عقده واحده راح اسميها عقده ثالثه، وهي هي تمثل العقده المرجعيه. اوكي، فولتيه العقده المرجعيه تساوي لصفر فولت. اوكي هسه هذه خليها بهذا الشكل. خطوه رقم 2، احتاج احدد اتجاه التيارات حتى انه على اساسها احدد التيارات الداخل العقدة التيارات الخارجة من العقدة بهذا الشكل. عندي هذا التيار مصدر تيار اتجاه الأعلى، فبالتالي هو بهذا الشكل اتجاه التيار، تيار مدفوع يوصل للعقدة. راح يمر عندي تيار بهذا الاتجاه بالمقاومة 2 أوم، راح يمر عندي تيار بهذا الاتجاه بالمقاومة 4، وعندي تيار المصدر نفس اللي هو 5 أمبير بهذا الشكل. طيب بعدين من أنتقل لهنا، هسه هذه العقدة الثانية، راح يكون عندي تيار الخمسة داخل العقدة زائد تيار الاثنين داخل العقدة، عندي تيار هذا التيار اللي هو 8 راح يكون تيار خارج من العقدة تجاهه بهذا الشكل، وعندي تيار 16 بهذا الشكل. اوكي طيب بما انه حددت هذه الفولتية اللي هنا وهذه العقدة هي الفولتية العقدة المرجعية، فولتيتها صفر، اذا راح تكون الفولتية على المقاومة الاربعة هي فولتية الفي 1، يعني فولتية هذه العقدة اللي سميناها V1 هي نفسها الفولتية اللي موجودة على المقاومة الأربعة، وهذه الفولتية مثل العقدة اللي سميناها فولتية V2 باعتبار فولتية العقدة راح تكون هي الفولتية المسلطة على المقاومة 8. فبالتالي من أبدأ أحل أقول هسه فور نود 1 مجموع التيارات عند هذه العقدة يساوي صفر حسب قانون كيرشوف الأول. فالتيارات اللي داخلة، عندي التيار الداخل العقدة 10 زين، والبقية كلهم تيارات خارجة، يساوي باعتبار انه نقدر نكتب هذه المعادلة انه مجموع التيارات الداخلة للعقدة يساوي مجموع التيارات الخارجة من العقدة. اوكي، فالتيارات الداخلة عندي 10 يساوي التيار اللي خارج الاول هو تيار الاربعة اوم اللي هو يساوي لفولتية العقدة يعني V1 ناقص فولتية هذه النقطة اللي هي V3 اللي هي صفر على المقاومة، يعني راح يكون يساوي V1 على 4 زائد التيار الثاني الخارجي هو تيار المصدر اللي هو 5 زائد التيار الاخر اللي هو تيار المقاومة 2 اوم اللي هو يساوي لي فولتية ال1 يعني V1 ناقص V2 باعتبار حسب قانون اوم فرق الجهد عبر طرفي المقاومة على قيمة المقاومة. فبالتالي V1 ناقص V2 على قيمة المقاومة 2. طيب خلي ارتب هذه المعادلة رياضيا، راح يكون عندي أضرب المعادلة مالتنا كلها في 4، أرتب المعادلة حصل على 3 V1 ناقص 2 V2 تساوي 20. هسه هذه معادلة رقم 1. أوكي طيب أنتقل للعقدة الثانية اللي هو 4 نود 2 بنفس الأسلوب، مجموع التيارات يساوي صفر على هذه العقدة، أو نكتبها انه التيارات اللي داخل العقدة تيارات الداخلة الان تساوي تيارات الاوت خارجة من العقدة. اوكي طيب تيارات الداخل العقدة من هي؟ عندي اولا تيار المصدر 5، يعني راح يكون عندنا 5 هو داخل العقدة زائد تيار المقاومة 2 اوم داخل العقدة
اللي هو عبارة عن V1 ناقص V2 على قيمة المقاومة اللي هي الاثنين يساوي التيارات الخارجة، تيار الثمانية زائد تيار الستاعش. طبعا يقدر الطالب انه قبل لا يبدأ التحليل انه يختصر هذول المقاومتين بانه يوجد المقاومة المكافئة مالت مقاومة واحدة، حاصل ضربهم 8 في 16 على مجموعهم وصل عنده مقاومة واحدة واحد بنفس السياق، ما عندنا مشكلة يعني. طيب الفولتية على هذه المقاومة هي فولتية العقدة الثانية باعتبار هذه الفولتية المرجعية، فبالتالي يعني قيمتها صفر، ففي 2 على 8 فولتية على المقاومة يساوي تيار، زائد تيار المربع 16 نفس الكلام بما انه بالتوازي فولتية 8 هي نفسها فولتية 16، يعني في 2 على 16. ارتب هذه المعادلة احصل على انه الشكل مالتها راح يكون هو ناقص 8 V1 زائد 11 V2 تساوي 8، هذه المعادلة الثانية. طيب هذول المعادلتين احلهم، يعني هذه المعادلة واحد معادلة اثنين احلهم حتى استخرج مقدار قيمة الفولتيات. مطلب السؤال هو ايجاد التيار، تيار اللي مار بالمقاومة الاثنين اوم، هذا مطلب السؤال. زين فبالتالي هسه نقول بحل عن طريق حل المعادلتين باي سولفينج واحد واثنين، حل المعادلتين راح احصل على انه قيمة الفولتية الاولى راح تكون مساوية الى 22.353 فولت، وقيمة الفي 2 راح تكون مساوية الى 23.529 فولت. طيب بعد ما حصلت على قيمة الـ V1 والـ V2 أنا رأيي مقدار قيمة التيار اللي مار بالمقاومة 2 أوم، قول بما أنه تيار المقاومة 2 أوم هو يساوي أن الـ V1 ناقص الـ V2 على قيمة المقاومة اللي هي 2، فبالتالي راح يكون مساوي إلى 22.353 ناقص 23.529 على 2، والنتيجة راح تكون مساوية إلى سالب 0.588 أمبير. طيب إذا انتبه على الإشارة السالبة، هذه الإشارة السالبة تدل على أنه الاتجاه الحقيقي للتيار هو عكس الاتجاه اللي احنا حللنا عليه، فبالتالي صار عندي واضح أنه مقدار قيمة التيار المار بمقدار قيمة المقاومة 2 أوم هو سالب 0.588 أمبير. طيب بقى عندي سؤال الأخير، خلينا نحل السؤال الأخير. هو للدائرة المبينة بالشكل أوجد مقدار قيمة أقصى قدرة منتقلة إلى المقاومة 16 أوم بالدائرة. أذكرنا نظرية انتقال أقصى قدرة تشترط أنه شرط الانتقال أو شرط انتقال أقصى قدرة للدائرة يتحقق متى ما كان عندي مقدار قيمة مقاومة اللود تساوي لي مقاومة تفنن. إذن القاعدة اللي عندي انه انا اولا راح افترض انه انا عندي طرفين، هذه A وهذه B، والمطلوب هو ايجاد مكافئ ثفنل للدائرة عبر طرفي المقاومة 16. طيب انتبه على الدائرة انه هذه تحتوي على اولا مصدر مستقل زائد مصدر معتمد، مصدر تيار قيمة 0.8 IX يعتمد على مقدار قيمة التيار IX اللي يمار بالمقاومة 6 او المقاومة 16، فبالتالي طريقة إيجاد مكافئة تفنن لهذه الدائرة هي لحالة الدائرة اللي تحتوي على مصادر معتمدة وغير معتمدة. طيب فسأول خطوة أنا راح أرفع هذه المقاومة 16 يعني يتحول وكأنه أنا سأوجد مكافئة تفنن، فعندي هسه الدائرة مالتي بهذا الشكل، مقاومة هذه راح تكون عندي أوبن سيركت، مصدر فولتية وعندي مصدر التيار المعتمد بهذا الشكل، هذا راح تكون الأطراف مالتها، فبالتالي هذه الأربعين فولت عندنا العشرة أوم، مصدر التيار اللي قيمته 0.8 IX، عندي هذا هو التيار IX، الأطراف مالتنا الـ A والـ B وهذه ستة أوم. طيب هسه أولا أحتاج أنه أحسب الفولتية اللي موجودة اللي هنا، فولتية ثفتن. أوكي حسب هذه الدائرة الفولتية ما بين الـ A والـ B راح تكون مساوية إلى فولتية المصدر نفسه. السبب
اولا تيار اي اكس يساوي 0 امبير لانه هذه اوبن سيركت، واذا كان مقدار قيمه التيار اي اكس يساوي 0 ده هذا المصدر راح يكون قيمته 0 ما موجود، واذا كان هذا ما موجود باعتبار التيار راح يكون اللي هنا 0 اذا الفولتيه اللي موجوده ما بين الاي والبي هي نفسها فولتيه المصدر. اذا هسه اولا فولتيه الاثنين تساوي لي 40 فولت. طيب الخطوة الثانية احتاج انه اوجد مقدار قيمة المقاومة اللي هي مقاومة الاثنين المقاومة المنظورة ما بين الـ A والـ B. وحتى اوجد المقاومة المنظورة ما بين الـ A والـ B هنا انا عندي حالة خاصة وجود مصدر معتمد، فبالتالي اوصل بشورت سيركت ما بين الـ A والـ B. هذه اوصل بشورت سيركت الدائرة مالتي بهذا الشكل، هذا مصدر عيد رسم الدائرة مالتنا بهذا الترتيب، راح اوصل بشورت سيركت خليه بهذا الشكل حتى يكون مميز للطالب بهذا الشكل. هذول الاطراف مالتنا اللي هم الاي، وهذا هنا عندي الطرف بي. اوكي شنو الغرض من ايصال؟ عندنا شرحنا في كيفيه ايجاد مكافئ ثفنن للدائره تحتوي على مصدر معتمد انه لازم حتى اوجد مقدار قيمه المقاومه المنظوره في حال وجود مصدر معتمد بالدائره اضافه الى مصادر مستقله اوصل بشورت سيركت. طيب هسه هذه هنا عندي مقدار قيمه التيار مالتنا اللي هو البوينت 8 قيمة الاي اكس، التيار مالت اللي هنا هو الاي اكس، هذا المقاومة 6 اوم 10 اوم ال 40. طيب شنو الغرض من هذا الشورت سيركت اللي هنا؟ هذا التيار اللي هو الاي شورت سيركت. طيب حسب القاعدة اللي عندنا انه مقدار قيمة ار ثفنن لهذه الحالة هو يساوي لي مقدار قيمة فولتية ثفنن مقسوم على مقدار قيمة الاي شورت سيركت، لذلك لازم احسب مقدار قيمه الاي شورت سيركت حتى استخرج مقدار قيمه الار ثفنن. طيب اذا انتبه هسه على الدائره، خلي اصور انه انا عندي عقده، هذه هنا هذه نود راح اسميها 1 وفولتيتها في 1. اوكي طيب التيار المدفوع من قبل هذا المصدر راح يكون بهذا الشكل حسب القطبيه، سالب موجب حركته بهذا الشكل. عندي التيار هذا خارج من العقده، التيار هذا خارج من العقده اللي هو الاي اكس اصلا معطيني اياه بالسؤال واللي هو نفس التيار الشورت سيركت. اوكي فنطبق القاعده نقول ات نود 1 مجموع التيارات يساوي صفر. اوكي او التيارات الداخله الى العقده الان تساوي التيارات الخارجه من العقده الاوت. اوكي طيب خلي هسه احللهم احسب التيارات مالتنا. التيارات الداخلة العقدة عندي تيار واحد اللي هو التيار المدفوع من قبل هذا المصدر. اذا اعتبرت هذه هي العقدة المرجعية مالتنا، هذه فولتها صفر فولت باعتبار هي الرفرنس اللي هي نفسها هذه الفولتية اللي هنا. طيب انا احتاج حتى احسب التيار اللي مار هنا لازم احتاج هذه الفولتية، فهذه الفولتية هي نفسها الاربعين، فاربعين ناقص بي 1 على 10 بهذا الشكل. طيب فبالتالي التيار الداخل اللي هنا هو مقدار قيمة ال 40 فولت ناقص في 1 على 10، هذا تيار داخل العقدة يساوي التيارات الخارجة من العقدة. عندي التيار الخارجي الأول اللي هو ال اي اكس اللي هو نفسه ال اي شورت سيركت، زين فبالتالي أقول هو اي اكس زائد تيار المصدر المعتمد اللي هو قيمته بوينت 8 اي اكس. أوكي طيب هذه معادلة بمجهول واحد، من هذه المعادله باعتبار هذه اي اكس اي اكس، من هذه المعادله قيمه الفي 1 راح تكون مساويه الى 6 من مقدار قيمه الاي اكس، وبما انه الاي اكس هو نفس الاي شور سيركت يعني نفسه يساوي 6 اي شور سيركت. طيب زين بما انه صار عندي مقدار قيمه الفي 1 تساوي لي 6 من مقدار قيمه ال، يعني اذا ارجع لهذا العقده اللي هنا باعتبار قلنا هذه عقده مرجعيه، انه مقدار قيمة الـ V1 هي عبارة عن تساوي لنا الفولتية اللي موجودة اللي هنا، يعني هسه هذه هنا قبل هذه الخطوة فولتية الـ V1 هي نفسها الفولتية باعتبار قلنا هذه صفر تساوي لي فولتية المقاومة الستة، فولتية المقاومة تيار في المقاومة فهي ستة في الـ IX، فحتى نفتهم من وين صارت عندي هذه المعادلة. اوكي فصار عندي هسه هنا انه مقدار قيمة ال V1 6 IX وال IX هو الاي شورت سيركت. اذا ارجع للمعادله مالتنا انه مقدار قيمه الاي شورت سيركت هذه زين
ارتب المعادله مالتي راح احصل على انه مقدار قيمه الاي شورت سيركت من هذه المعادله، خلينا نسمي هذه معادله واحد، معادله اثنين، قيمه الاي شورت سيركت راح يكون مساوي ل 40 على 24. زين، فبالتالي صار عندي قيمه الاي شورت سيركت معلومه عوضا اللي هنا باعتبار انه طلعت مقدار قيمه البي ثفنن. فنقول اذا مقدار قيمه الار ثفنن تساوي فولتيه الثفنن اللي هي ال 40 على قيمه الاي شورت سيركت اللي هي 40 على 24، والنتيجه راح تكون هي مساويه الى 24 اوم. طيب انا طلعت هسه اللي هنا مقدار قيمه المقاومه. سؤالنا هو اوجد اقصى قدره منتقله للمقاومه. نقول انه مقدار قيمه الباور ماكسيمم تساوي فولتيه الثفنن تربيع على 4 في مقدار قيمه الار ثفنن، هذه اقصى قدره منتقله، وتساوي فولتيه الثفنن اللي هي ال 40 تربيع على 4 في مقدار قيمه ال 24. فتحل هذه على ان هنا راح يكون عندي قيمتها 100 على 96، تحسب الناتج واط. هذه اقصى قدره منتقله الى المقاومه 16 للدائره المبينه بالشكل. فبالتالي صار عندي هسه اللي هنا حل نموذجي للامتحان لاسئله امتحان. الطالب المطلوب انه يشيك على الحل مالته حتى يعرف وين نقاط الخطا ويتجاوزها بالامتحان القادم. وكل التوفيق للجميع ان شاء الله.